نقطة جديدة، عمليات التجميل بنشوف هالصورة على الشاشة ومنعلق. نشرتي هالصورة للممثلة القديرة منى واصف على السوشيال ميديا، وكان لافت بتعليقك انك انتقدتي في لجوء بعض الممثلات لعمليات التجميل، وقلتي في هذا الصباح بدي بس اني اطبع بوسة احترام شديد وتقدير كبير على جبين العظيمة منى واصف، لأن ما سمحت لإبر الجمال أنه يلمس وجهها، فبقيت جميلة وساحرة، حلوة وساحرة، وبقيت منى واصف البهية. مين عم تلطشي؟ يي ما حدا عم بلطش، ما عم بلطش حدا، صلي على النبي. أول شيء هون كتبتها كانت الست منى عم تتكرم بمهرجان قرطاج بتونس، حبيت هيك التكريم إني إلا مبروك بطريقة هيك يعني مختلفة. لكن أنا ما انتقدت أبداً عمليات التجميل ولا مرة حدا بس سألني. بس فيها لطشة؟ لا أبداً لطشة، لأنه أنت بتشوفها لطشة حسب ما أنت بدك. أنا كمشاهد تلقيت لطشة؟ لا أبداً، لا 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 أبداً أبداً. أنا بعمل بوتوكس و... لا لا، ليش بدي ألطش؟ حدا بيلطش حاله يعني؟ لا بس حكيت هيك من باب هيك لفت التكريم لها فقط لا غير. أما ما عندي أي موقف من عمليات التجميل إطلاقاً. عندي نفور ايه انه ما الكل يصير بيشبه بعضه، بس كمان في طريقه ميك اب عم تصير علينا نحن كمان عم نشبه بعضنا فيها. قلتي انه كنتي حاطه شويه فيلر عم تسحبيه؟ ايه سحبته، ايه سحبته لانه ضايقوكي بشفافك بعتقد. ايه بشفافي سحبته، انا الفيلر ما بحط بوشي ابدا على فكره، وانا كراسي خدودي هدول وراثه من امي الله يرحمها، يعني ماما كان شكل وشها تماما هيك. فيلر ما بحط، بخاف منه للفيلر الحقيقة، عندي تجربة سيئة معه مرة. عبيت هون بعدين حسيت انه لا على البروفايل عم يطلع هيك تم ممطوط و... يا الله بشع ما حلو، فقلت لا بدنا نشيله، فشلته وقلت وقتها قلت الله يخلينا الكونتور. وانت مثل القمر. شكرا كثير، شكرا يا علي. بننتقل لنقطة جديدة بقيلو قال. نقطة جديدة، ممثل يقبل قدم أمل عرفة بشارع شيكاغو ويثير الجدل بإيحاءاته. عنوان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار بلبلة بسبب المشهد يلي جمعك بالممثل مصطفى المصطفى، ورح نشوفه للمشهد عرضه لنا إياه. شكرا بشين يا سوسو. شو ردك على المقال يلي قال إنه عم تقدمه إيحاءات بسبب هالمشهد؟ هو مقال ولا سوشيال ميديا؟ مقال؟ طيب نحن رح نعتبره مقال. أولاً الطرح اللي موجود هي مربيته، يعني هي بمقام أمه يلي بتصرف عليه وبتكبره وبتربيه، وهي هو الأسيستنت تبعها بكل شيء، حتى عايش عندها بالبيت بغرفة لحاله وهي بغرفة لحالها، وما بتخبي عنه أي شيء بحياتها الخاصة ولا حياتها المهنية ولا ولا ولا، وبتعطيه مصاري وقبض وروح وتعا وكذا، تبع يعني تبع مساعده، هو الاسيستنت تبعها واللي هي مربيته من هو وصغير. فلما عطته قبل هاي اللقطه عم تعطيه مصاري وكذا، وكان هو اوريدي عم يغسل لها رجليها، فما كان من مصطفى المصطفى وحبيب قلبي هذا من احلى الشباب الممثلين بس القدم هيك بطريقه عاديه وعمل هيك بوشه انه عم يدي عليها، يعني نحن كنا متفقين على هي التيمة. فاجأني فيها بالتصوير وقلت اوكي وين المشكله، ما حسيت فيها بلحظه انه هي غدر او لحظه انه هي خدش حياء او 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 او, أو. ابدا. انا شخصيا عامله مشاهد بدراما سوريه مغسله رجلين ممثل وممثله وممثل وممثله لآيلة حاج، مو انا طبعا. بس اذا رجعنا بمسيرتك يعني لورا الشخصية اللي تمحي يعني هالمشهد او لا 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 لا, لا, لا. ليش لمحي؟ ما في شيء بخجل ابدا. اثار بس بلبلي. هو انا بقول لك ليش اثار بلبلي، لان اصلا شارع شيكاغو القبله اللي صارت هي اللي خلت بين مهير خضور والممثل الفلسطيني، هي اللي خلت الانظار تتفتح 10 على 10 انه هات لنشوف شو في بعدها شو في بعدها. فمرقت هي وعملوا لها سكرين شوت للقطه نفسها والدولوه. شو هي حدود؟ وفي هون شيء لازم اقوله انا، السوشيال ميديا صعب تكون مقياس لكثير من اراء الناس، لان معظمهم وارجو انه ينفهم كلامي على القد، معظمهم بيروحوا ورا العنوان. يعني هلا انا ينحط صورتي وصورتك وتتروس الصوره، عنوان اي عنوان اي عنوان، علي امل عرفه بعلاقه عاطفيه الله لا يقدر مثلا
أو بعيد الشر أو علي ياسين مثلا يسخر من أمل عرفي أو يحرج أمل عرفي أو مدري شو كذا. الناس قبل ما تقرا الخبر رح تروح على العنوان دايركت، فهن تعليقاتهم رح تنكتب مين بتلوم بناء على القطيع، غريزة القطيع يلي عنا نحن.